المدرب ابو شعره طالب منهم يهدوا لما ما يكون في شيء اكيد بفاست بريك. يا خلص لا 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 ما معقوله. اي لاف ذيس جيم. يلي عملوا جاي خلص خرافي. يلي عملوا جاي خلص خرافي. كمان لعب الدور لعب الدور شراء على الطابه شراء على الطابه وانا راجي واقف بيعمل كونترول واقف بيخترق توصل لعلي حيدر علي حيدر تحت السله بسجل الحيدر رح ترجعوا تشوفوا سله خرافيه لجاي يونغ بلاد لعبوا سله الجاي يونغ بلاد مش معقول بلا سله لجاي تستاهل نشوفها مرارا وتكرارا اوف ما معقول يا جاي هون نديم سعيد بالديفن بالمان تو مان اللي عم يلعبوا المدرب فؤاد ابو شعره مكرم رمضان بمرر تمريرات رائعه لفريق عمتك ثانية لا 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 يا سام سام يونغ عم بفجر عم بفجر السله بكبسه رائعه استعراضيه لاحظوا بالاعاده لاحظوا بالاعاده تمرير بعيد عمد والسبيس يلي خلقه سام يونغ وباي طريقه سجلت يا سام يونغ 6-0 تقدم هومات من تايم اوت للمدرب فؤاد ابو شعره بيخترق من البيس لاين بمر لبرا دوين جاكسون بيقطع الطابه بروح على السله دوين جاكسون لا يا دوين لا يا جاكسون اي لاف ذيس جيم ارقص يا دوين ما معقول بلا سله ريفرس دوك لدوين جاكسون المزح ثقيل المزح ثقيل بسنه 2018 لحظة وين جاكسون ما معقول بلا ريفرس دونك ما معقول بلا ريفرس دونك جاكسون رائعة جدا سلة وين جاكسون بياخذ التسديدة الثلاثية وين جاكسون ما بيسجل اثير عالي كثير على الريبا لا 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 يا اثير ما معقول اللي عمله قلبنا الصغير ما بيحمل هالقد ما بيحمل هالقد استعراض ارحم قلبنا يا اثير ما شوف ارحم قلبنا يا اثير ما شوف ما معقوله لسه وينه وثلاث اعشار جاستن هوكنز على السايد بول هوكنز بمر لفارجو فارجو بياخذ التسديده لا 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 مسجل التربي فارجو مسجل التربي فارجو على الباصر هيدا الباصر بيتر هيدا بسموها باصر بيتر رائعه جدا عملها ونفذها بامتياز جيريمي فارجو بشكل رائع جدا اعطى فوز لفريق التوفيق 78 76 رح تشوفها بالاعاده ما معقول ملا تسديده ما معقول ملا تسديده سجلها جيريمي فارجو اذا رح نجرب الكوبي مقابله سريعه معه مع زميلتنا لما مقدم قبل ما ناخذ المدرب بس تركيز تفضلي لما عتاب لبرا اندري ري داغر اي لاف ذيس جيم يا ري يا داغر حلوه كثير سله ري داغر حلوه كثير سله ري داغر رائعه جدا هيدي اجمل سله بسجلها ري بهالموسم يمكن كمان بحياته الاحترافيه رح تشوفه بالريبلاي باي طريقه سجل ري داغر المحاوله لاحظوا بالريبلاي عمل الفيك على كريم اخترق وعلى مين على سام يونغ سجل ري داغر رائعة جدا وما قبل الا بتراش توك من بعدها صباح بيعمل كنترول ولو بصعوبة علي فخر الدين بيلحق الطابة علي فخر الدين بيسمع علي حسين الخطيب بمر لعلي حيدر علي حيدر لا علي محمود اند وان اند وان لفريق الرياضي وتحديدا لصالح علي محمود قتلوا على الطابة لاعبين فريق اذا شوفوا الاعادة لاحظوا بالاعادة لاحظوا حسين الخطيب كيف سبقوا لعلي فخر الدين وصلوا اياها لعلي حيدر حيدر فلتت منه وصلت لعلي محمود سجل مع الخطا امير امير الحوت بمر تحت السلة والتسديدة هيدي كانت تمريرة او تسديدة ما معقولة امير ما صدق شو صار معه هو عم يمرر للاعب مايك هاريس الطابة دخلت السلة غريبة عجيبة محاولة أمير صعود هو فادي الخطيب فادي عم يخترق عم يسجل اي لاف ذيس جيم جاستن هوكنز لاحظوا جاستن هوكنز بعد السلة الاستعراضية شو بيعمل جاستن هوكنز بيكبس السلة فوق لاعبي فريق الحكمة وبيروح بيطلع بدوين جاكسون و
وبقله بأي طريقة سجل.